بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدي الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجنا مع القادة. عنوان حلقتنا الليلة تحت عنوان الاستثمار. دائما وأبدا لا يوجد استثمار في أي مكان إلا إذا وجد أمن وأمان، ومصر الآن أرض خصبة للاستثمار. رأى العالم كله ما حدث من مصر من مناورات قادر 20 في البحر الأبيض وفي البحر الأحمر، برا وبحرا وجوا، وما قاعدة برنيس إلا إشارة للعالم كله أن مصر أرض الكنانة، قادرة بإذن الله تعالى على أن ترد أي اعتداء على أرضها. حفظ الله مصر وأهلها، حفظ الله مصر وشعبها، حفظ الله مصر وجيشها، حفظ الله مصر وأمنها، حفظ الله مصر ومن أحبها. مشاهدين الكرام، اسمحوا لي بداية أن أرحب بضيوفي الكرام. الأستاذ سيد حسين عبد الحميد، مستشار لجنة رجال الأعمال بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية. أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا، أسعدتنا وشرفتنا. شرفت بي. كما يسعدني ويشرفنا أيضا الأستاذ عماد السيد الجد، رئيس الشركة الدولية للصناعات والتجارة. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، أسعدتنا وشرفتنا. ربنا يبارك فيك. كما يسعدني ويشرفني على الهواء مباشرة أيضا الأستاذ محمد أبو المجد، مدير مبيعات الشركة الدولية للصناعة والتجارة. أهلا بك. أهلا بك دكتور، أسعدتوني وشرفتوني. السيد، يمكن حضرتك، أنا بدأت الحلقة بالأمن والأمان وإحنا بنتكلم على الاستثمار، تتفق معي في المقدمة اللي أنا قلتها أن بنتكلم يعني إذا ما هيكون في استثمار إلا لما يكون في أمن، ولا رأي حضرتك إيه؟ تحياتي لحضرتك الأول وللسيادة الضيوف والمشاهدين الكرام. طبعا هنقف شوية عند القاعدة، افتتاح قاعدة برنيس العسكرية في جنوب شرق مصر. طبعا الحدث ده حدث تاريخي وحدث أبهر العالم كله، أبهر المصريين رقم واحد وأبهر العالم كمان، أنه ده رسالة للعالم أنه مصر خط أحمر. تمام. اي حد هيتقرب من مصر الجيش والشرطه والشعب هيفترسوا. تمام. فده خط احمر بالنسبه لمصر. هنتكلم كمان انه يبقى الكلام بتاع الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي لما كان بيشارك الاخوه الاقباط في عيدهم ويهنيهم، كان بيقول انه انتوا قلقانين ليه؟ بيقول للشعب المصري انتوا قلقانين ليه؟ ما تقلقوش ادام احنا كلنا يد واحده. تمام. فده بيخلينا نقول انه فعلا كانت وجهه نظره صح. تمام. والراجل كان بيتكلم بثقه وكده. فطبعا ده بالنسبه لموضوع لقاعده برنيس. اما بالنسبه للامن والامان، طبعا رقم واحد لازم يكون في امن وامان عشان يكون في استثمار. يعني الاستثمار والامن وجهين لعمله واحده. مهم جدا. تمام. اول حاجه ان احنا هنتكلم ان تواجد القوات المسلحة في أي مكان هو بذرة التعمير والمعمار. تمام. رقم واحد تواجد. تمام. تواجد القوات المسلحة في أي مكان هو بذرة التعمير والمعمار. تمام. وجود القوات المسلحة في مكان زي كده وفي قاعدة برنيس، فبيفتح مجال للاستثمار والمشاريع والمصانع في نفس المكان ده. تمام. ده رقم واحد. رقم اثنين، تكلمنا عن استثمار يعني امن وامان زي ما اتكلمنا كويس. النهارده لما يكون في صحيفه ايطاليه بتقول سنه 2019 زار مصر حوالي 13 مليون سائح. 13 مليون سائح. 13 مليون سائح. تمام. في 2019. ده معناه انه في امن وامان في مصر. لو ما فيش امن وامان في مصر ما كانش في سياحه. تمام. اصبح هنا عندنا سياحه والاستثمار مرتبطين ببعض. تمام. في امن وامان، في هي السياحه هي استثمار. في استثمار. تمام. كويس. تمام. طيب انا النهارده لما اجي اتكلم كمان على ايه، الايطاليين نفسهم 40% زاروا مصر من ال 13 مليون. 40% من ال 13 مليون كانوا ايطاليين. ايطاليين. تمام. كويس. ده معناته انه برضه يعني الحاج متفق معايا تماما ان الامن والامان ده رقم هو واحد بدايه الاستثمار. طب انا هرجع لحضرتك في الجزئيه دي،
مرابط الاستعمار. استاذ حضرتك انت كنت مقيم خارج جمهوريه مصر العربيه؟ نعم. كنت مقيم فين؟ في المملكه العربيه السعوديه. طيب انا بس دايما سؤال بيشغل بالي كده، ليه ان اي مصري بيروح بره مصر بينجح وهنا احيانا بيبقى متكاسل؟ بما انك مريت بالتجربه دي، شايف الحته دي ازاي؟ بدايه هنشكر حضرتك على الدعوه الكريمه. الله يسلمك. ونشكر الساده المشاهدين، وطبعا المناخ الاستثمار الامن هو اللي بيشجع اي مستثمر ان هو يقدم كل ما عنده، والمستثمر المصري عاده ذو خبره وذو حنكه وله مهارات معينه ان هو بيقدر يتعايش مع كل المجتمعات. تمام. لكن بالنسبه للمستثمر المصري في الخارج، المستثمر المصري في الخارج له يعني زي ما نقول يا دكتور له طاقة معينة بيقدر يخرجها، بيلاقي مناخ خصب، بيلاقي برضو مفيش معوقات كبيرة. يعني لو قلنا مثلا النجاح المصري خارج مصر، يعني بيلاقي أرض خصبة للاستثمار، أرض خصبة للاستثمار، بيلاقي مفيش معوقات، بيلاقي تمهيد جيد من الدولة المستثمر فيها. تمام. إن هو مفيش معوقات قدامه تعوق استثماره أو تعوق تنمية استثماراته بره. تمام. يعني المصري بره لو حاب يعمل استثمار بيلاقي الامور سهله، اللي الدوله نعم بتشجعه نعم هناك يعني. أوه. طيب استاذ محمد، لو هنعمل استثمار مش هنقدر نستغنى عن العنصر البشري طبعا، وحضرتك انت عشان محتك اكتر كراجل مبيعات، مدير مبيعات، اتعاملت على كذا سنه. تمام. انت شايف ان العامل المصري مؤهل ان هو يعمل تنميه واستثمار في مصر حاليا؟ والله يا دكتور، الاول برحب بحضرتك وشكرا على الدعوه الكريمه، وبرحب بالاستاذ سيد طبعا واستاذي الاستاذ عماد الجد. والله يا دكتور هبدا من النقطه دي لانها نقطه مهمه جدا. انا اولا بتشرف ان انا هنا بناء على دعوه حضرتك الاول، وممثل لزمايلي العاملين في المبيعات. تمام. من اصغر حد في المبيعات اللي هو لو هنقول عامل المخزن، من لاكبر حد اللي هو مدير عام البيع. تمام. اتعاملنا مع الناس كلها يا دكتور. القطاع بتاعنا قطاع كويس جدا، فيه استثمارات كويسه جدا. انت عارف يا دكتور احنا اللي بنودي الاكل البيوت، يعني احنا اللي بنوصل المنتج من الشركه للهايبر او للماركت بنوصله، فاحنا عندنا الحته دي شويه يا دكتور فيها اختلاف. انا بس عندي شويه مشاكل ونقط صغيره مش هطول فيها ان شاء الله. عندي مشاكل مع لزمايلي كبيره جدا. احنا كعنصر بشري بيشتغل في المبيعات عندنا مشكله كبيره جدا. اولا الشركه لما بيدخل فيها المشرف او المندوب او العامل، النهارده الشركه بتمضيك على بعض اوراق. بعض الاوراق دي ازاي؟ انا رايح اتعين، انا رايح اتعين جديد بالظبط كده. راح يوضي اول على ايه بقى؟ بيوضي حضرتك اولا على استماره سته. يعني ايه استماره سته؟ استماره سته دي ان انت لو الشركه مشيتك او انت مشيت في اي وقت مالكش اي حقوق طبعا، قبل ما اشتغل باستثناء شركه او شركتين في مصر. وانا بذكر وباكد على الكلام دوت، وكل زمايلي، لا لا انت حضرتك بتتكلم، كل زمايلي اللي بيشتغلوا في المبيعات لو عملت 100 مداخله ال 100 واحد اقول لك انا ماضي على الاستماره سته. فانا النهارده قبل ما الموظف بيشتغل بيبقى ماضي على استماره سته، يعني مرفوض قبل ما يشتغل. ده اللي موجود داخل مصر باستثناء شركه او شركتين، عشان ما اظلمش كل الشركات. ولو عايزنا حياتك اذكرهم مش هذكرهم. لا لا مش هنذكر شركات. فهنا لا. يا دكتور ده اساسي، ان قبل ما الموظف بيتوظف يا يعني اما الشركه ما بتامنش عليه فهو ما بيبقاش موظف عندها اصلا، او تاني حاجه ان هو بيمضي على استماره سته. طب لما ما مضيتش على استماره سته لازم تمضي وصولات امانه. وصولات امانه معناها ان انت قبل ما يعني انا في بعض زمايلي قعدوا في شركات 15 سنه و20 سنه. وبعدين النهارده القانون بيقول ان هو ليه على السنه شهر، من شهر لشهرين. تمام. تمام. بيجي لا لازم تمضي على استماره، لازم تاخد اوراقك. اوكي ما فيش فيها مشكله، ممكن تاخد شهاده خبره بالمده اللي انت قضيتها، بس مالكش حاجه، مالكش مستحقات. ما هو انت قبل ما تشتغل ماضي. طيب احنا انا هاخد النقطه دي مهمه جدا. ماشي. انا هاخد برضو من كلام الاستاذ محمد واقول اذا كانت فعلا الدوله جاده في عمل استثمار، وهي جاده بالفعل، وبنقول ان مصر ارض خصبه، وبدات الدوله فعلا الهيئه العامه للاستثمار فتح ذراعيها لكل من اراد الاستثمار، لابد وان ينظر الى هذه المشكله الخاصه بالعمل. هرجع لك استاذ محمد في الجزئيه دي، بس تروح لحاجه سيد. سيد احنا لو عايزين نعمل بقى تنميه
انت شايف فعلا ان الهيئه العامه للاستثمار بتقدم حاجات للمستثمر او للشركات، او في حاجه انت بحكم راجل اعمال انت شايف فعلا الدوله داخله بجد في موضوع الاستثمار ومساعده المستثمرين؟ طبعا، بس طبعا في نقطه مهمه جدا اللي هي لابد ان الشباب يكون مؤهل، يكون عنده وعي بالشباب. الشباب فاهم ازاي؟ ليه؟ الشباب لو عنده وعي وعنده خبره فاهم ازاي على مستوى المحافظات كلها، فتبص ايه ما يفشلش. اكيد دي نقطه مهمه جدا. اتنين، طب اذا ما عندوش وعي ولسه متخرج جديد، مش يفترض يعمل له دورات؟ لازم يتعمل له دورات على مستوى المحافظات. نعم. كويس، على مستوى المحافظات كلها في جمهوريه مصر العربيه يتعمل له دورات ووعي بحيث انه يقدر يدير اي مشروع. يعني انت حضرتك عايز تقول لو عايز اعمل تنميه حقيقيه يفترض ان انا ااهل لسوق العماله الاول الشباب. تمام. تاهيل الشباب. تمام. دي اهم نقطه. تمام. النقطه الثانيه دلوقتي برضو الشباب متكئ على انه لازم يكون في وظائف حكوميه. كويس، معلش في وظائف كتير جدا، فنادق وشركات ومصانع والكلام ده كله، بس المهم ان ايه يبحث ويجتهد. تمام. ما يقعدش يقول لك لا فين الحكومه عامه بتعني، ما فيش وظائف حكوميه. لا، في وظائف، بس هنا بقى لابد ان يكون دور اعضاء مجلس الشعب. ازاي لهم دور في الموضوع ده؟ يعملوا ازاي؟ انت مثلا دلوقتي في محافظه كعضو مجلس الشعب عندك فرص عمل، بينزلها على الصفحه بتاعته او يعمل اعلان للشباب بحيث ان الشباب يتقدموا من خلاله او يبعتهم هو ويتابعهم، اتعينوا ما اتعينوش، ايه السبب، ايه سبب ما اتعينوش. يعني اعمل مكتب خدمي كده في دايرته. ده عضو مجلس الشعب هو همزه الوصل ما بين الشباب او الشعب والحكومه، فاهمني؟ او المصانع او الشركات عامه. فده لازم يكون في يقوم بدور توعيه الشباب او متابعه الشباب او عرض على الشباب على الصفحه بتاعته. تمام. الوظائف الخاليه في الشركات والمصانع والكلام ده كله. تمام. كويس، دي واحد. اتنين، نرجع للموضوع بتاع الحكومه برضو. سياده الرئيس قال انه في 5% للشباب كويس في استثمارات. كويس. طيب هل 5% اللي هو التمويل البنكي هل هو وصل الشباب؟ لا. كويس، ما وصلش الشباب. نشوف ما وصلش ليه السبب. رجال العمل خدوها. معلش، فاهم ازاي؟ طيب لازم يكون في متابعه من الدوله انه مثلا وصل الشباب، طيب اشتغلوا بال 5% اشتغلوا ولا ما اشتغلوش؟ طب ايه السبب اللي ما بسبب فشلهم او ما وصلتش ليه، او صرفوا فين؟ الفلوس اتصرفت فين من الشباب؟ طيب نرجع للجزئيه الثانيه اللي حضرتك بتتكلم. طب هي ما وصلتش للشباب، ايه السبب؟ تمام. يعني السبب ان ما وصلش متابعة للشباب. متابعه القوانين اللي تصدر خاصه للشباب، مساعده الشباب. طبعا تبقى متابعه الدوله. طبعا. طيب استاذ عماد دلوقتي حاليا مستر السيد بيقول ان لازم أن يكون في الشاب المصري مؤهل لسوق العمل. تمام. بما انك دلوقتي خلاص كنت مستثمر في السعوديه وحاليا مستثمر في مصر. نعم. انت شايف ان العماله اللي عندنا في مصر بنفس الكفاءه اللي هي العماله الموجوده مثلا في السعوديه؟ هاخد بس الاجابه منك بعد اتصال الاستاذ ابراهيم الدهليه. السلام عليكم استاذ ابراهيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام استاذ ابراهيم. لو سمحت يا فندم، انا ممكن اهلا وسهلا وحضرتك والضيوف الكرام، بشرف ان انا اتواصلت مع البرنامج بتاعك يا فندم. اتفضل استاذ ابراهيم حضرتك. بعد اذن حضرتك، احنا بنشكر القياده السياسيه وبنشكر الرئيس السيسي على دماغنا من فوق. انا راجل فلاح عندي 32 سنه. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. عاوز اسافر بره البلد، وبتمنى مبادرة الرئيس ان بدل ما نجتهد بره بقى نجتهد في بلدنا. عفوا، بتطالب تسافر ولا بتطالب ايه؟ لا ما بطالبش اسافر، انا عاوز اشتغل في بلدي. عايز تشتغل في البلد؟ نعم. اشتغل في البلد، الوقت حاليا انا ولو يكن معايا قطعه فدانين ثلاث فرزين تابعين لهيئه الاوافي المصريه. تمام. حاليا النهارده هو الفلاح مش مستثمر مهم في البلد؟ تمام. ان ما كناش هنوفر للفلاح كل حاجه في البلد، ده اهم حاجه في البلد في جمهوريه مصر العربيه الفلاح. تمام. حاليا وزير الاواف اول امبارح نفوجئ ان الايجار الجديد يا فندم ب 315 جنيه، من 238 ل 315. هو الفلاح هيجيب منين طيب؟ اللي هو ايجار ايه بقى؟ ايجار الارض الاوقاف اللي هي تابعه لهيئه الاوقاف المصريه. بالنسبه للمتر الايراد فدان؟ ده للايراد يا فندم. الايراد 315 جنيه. 315. احنا من هذا البرنامج بنوصل استغاثه لمعالي الدكتور محمد مختار وزير الاوقاف، ومعالي رئيس الوزراء الراجل المحترم. طيب استاذ ابراهيم، رسالتك وصلت. طبعا الاستاذ ابراهيم بيناشد رئاسه الجمهوريه، دوله رئيس الوزراء الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف،
تسعير او تسمين الايجارات بالنسبه للارض التابعه لهيئه الاوقاف مغلى فيها. وللامانه يعني صوت كثير من فلاحين اهلنا وحبابنا في مصر كلها بيشتكوا ان الفلاح فعلا هذه السنه كانت صعبه عليه 2019 بسبب الخساره اللي حصلت معاه في سواء في الثروه الحيوانيه سواء حتى في الزرع اللي تم سواء كان القطن او القمح. فاتمنى مراجعه الامور بالنسبه للفلاح المصري. كمان الفلاح المصري كثير من الشكاوى جايه للفلاح المصري من الفلاح المصري بخصوص تطهير الابحر، بتنزل عليهم مبالغ كبيره جدا في الجمعيات الزراعيه ورغم كده مفيش حاجه بتتم. بعض الانشاءات تمت في محافظات وفي مراكز وبعض لم يتم فيها اللي هي بناء الخلجان اللي هي توفير للمياه. ان شاء الله يكون عندنا حلقه منفصله عن الفلاح المصري وازاي نخدم عليه. معلش استاذ عماد ارجع لحضرتك تاني والاجابه اللي كنا بنقول، هل فعلا السوق العماله المصري مؤهل زي ما انت شفت في الخارج؟ لا مش بنسبه 100%، احنا بنقول بنسبه 50 60% مؤهلين ونسبه 30%. ايه الفرق بين هنا وهنا؟ يعني انت شايف معايا عشت الاثنين. الفرق بين العامل اللي بيخرج بره حتى لو عامل مصري وبيخرج بره، المؤسسات اللي بيشتغل فيها او الشركات اللي بيشتغل فيها بتقوم على تنميه العامل نفسه، دورات. طيب احنا عندنا عايزين نعالج الامر ده داخل تمام. مصر. ازاي هنعالج الامر ده داخل مصر يا دكتور؟ لازم الشاب يهتم بالتعليم اولا، يبقى لابد عندنا يعني كده الحاج سيد قال تاهيل الشباب، انت حاجة هتسبق الشاب نفسه يتعلم، لازم يتعلم، اضم الاثنين مع لازم بعض، لازم يتعلم، يبقى تعليم الشاب، تعليم الشاب تمام. لازم الشركات تعمل دورات تدريبيه للشباب اللي شغالين فيها، الدوله قايمه بذلك وبتقول ان هي بتعمل كل ما في وسعها لزياده خبره الشباب، ولكن الشاب المصري عادة اعتاد على التراخي تمام. في الفترة الأخيرة وخاصة من شباب اللي هم حديث التخرج ان هو ما بدأش ينمي نفسه مهاريا في 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 تخصصه. إذا بس بنلاقي نفس الشاب هو لما بيسافر بره بينجح وما شاء الله بينجح وممتاز، لأن هناك بيروح مضغوط لأنه بيشتغل تحت ضغط، يعني المصري يعني يشتغل تحت ضغط تمام. طبعا لازم يعني ايه، مش لازم عشان ان انا اطلع الطاقه الانتاجيه اللي عندي او اللي عند الشاب من الشباب دول او الخبره العلميه اللي عنده، لازم ان انا اضغطه تمام، لابد ان هو يكون عنده الدافع لانه يطلع افضل ما فيه. ثقافه الشاب ان هو الشاب لازم تتغير، يطور من نفسك عشان تلاقي فرصتك، عشان قادر يؤهل لسوق العالم العمل العالمي وليس محلي فقط. طيب ماشي استاذ محمد، يمكن دلوقتي في اتفاق ما بين الاستاذ عماد والسيد ان الشاب لازم أن يكون هو نفسه بيشتغل على نفسه، الشاب مؤهل، الدوله تعمل له دورات او الشركات تعمل له دورات. انتوا كرجال بيع مفيش مظله لكم تجمعكم؟ يعني ما عندكمش مثلا نقابه مع يعني بشوف مثلا نقابه اطباء، نقابه مهندسين، نقابه تجاري، ايا إن كان، انتوا ما لكمش نقابه تدافع عن حقوقكم؟ تخيل يا دكتور احنا بقى لنا اكثر من 15 سنه 15 سنة عشان نأسس نقابة. والمهم تأسست ولا لا؟ المهم الحمد لله، الحمد لله احنا عملنا اجتماع للنقابة من حوالي 3 شهور، كرمنا فيه اساتذتنا وبعض الرموز اللي موجودة. النقابة اخر حاجة احنا في انتظار التصديق النهائي من الشهر العقاري. النقابة دي تهتم بكل رجال البيع؟ بكل رجال البيع. النقابة دكتور تخيل احنا مثلا 3 افرع في النقابة على الفيسبوك، اكتر من 1,000,000 عضو من العاملين في المبيعات عليها. مليون عضو؟ اكتر من مليون عضو. مليون عضو على رجال مبيعات. بالظبط كده. احنا مهمتنا يا دكتور في كمديرين مبيعات لنا 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 مهام كبيرة ولنا دور كبير جدا، ان احنا زي ما اتعلمنا يعني انا اولا بشكر اي حد انا اتعلمت على ايديه، بشكر اساتذتي يمكن بس يعني هذكر 2 فيهم لان هم من الناس اللي انا اتعلمت منهم كتير. مستر محمد كرامه كان صاحب الشركه بتاعتي وعلمني كتير واستفدت منه كتير، انا مش معاه دلوقتي، مش موجود معاه في الشركه، بس هو من اساتذتي ومن الناس اللي انا اتعلمت منها كتير. بشكر الدكتور احمد هريدي من الناس اللي انا اتعلمت منها كتير، وان شاء الله هو موجود في العراق وفي اربيل، وان شاء الله يجي لنا بالف سلامه في اقرب وقت ان شاء الله يا دكتور. احنا يا دكتور مهمتنا كبيره جدا، احنا بندي دورات للناس اللي بيشتغلوا معانا،
بنهتم جدا بيهم. بس هنا دكتور سؤال واحد للاستاذ عماد او المهندس سيد. انا النهارده الحاجة الاستاذ عماد جاي من الخارج، النهارده لو بيقعد مع حد بنفس التايتل بنفس المسمى الوظيفي بنفس الكفاءه، لو بيعينه بره مصر بيعينه ب 30 ضعف هنا. تمام. 30 ضعف. تمام. لو بيعمل معاه مقابله هنا هيعينه باقل 30 مره، يعني بيديله هناك 3000 جنيه هيديله هنا 30 جنيه، لو بيديله هناك 30000 هيديله 3000 جنيه. النقطه دي مهمه جدا يا دكتور، ودي اللي بتخلي الشباب او رجال البيع او زمايلي بيبداوا يتجهوا للخارج، ودول كوادر وكوادر مهمه جدا. بما انك ذكرت الكوادر، معانا على الهواء مباشره اتصال تليفوني الاستاذ احمد المحمدي مؤسس نقابه العاملين مبيعات. سلام عليك استاذ احمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازاي حضرتك يا دكتور؟ اخبار حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين. استاذ احمد، احنا بنناقش الاستثمار ومعانا الاستاذ محمد سعيد احد رجال المبيعات مدير مبيعات، وبيقول لنا ان في مشكله في رجال المبيعات ان هم يكاد بيمضي على استماره سته زي ما بيقول، ان هي معناها ان قبل ما بيشتغل صاحب العمل عايز يمشي فيه وقت يمشي. الكلام ده حقيقي؟ حقيقي. الاول بدايه برحب بحضرتك دكتور رمضان، برحب بالسيد الاستاذ عماد اخويا وصديقي الاستاذ محمد ابو المجد، عشره ما يقرب من 25 سنه مبيعات ما شاء الله. خليني اقول لحضرتك على حاجه، موضوع الاستماره السته ديت هي هاجس بيصيب كل العاملين بالمجد. اكيد طبعا. انا كرجل بيع يهمني ان انا اخش في مكان، يهمني اولا الدخل بتاعي والاستقرار. اكيد. الاستماره السته ديت كفيله انها تهد الاستثمار قبل ما رجل البيع يخش ويمارس مهامه الوظيفيه ويحقق ارباح للشركه ويكسب فيما بعد. هنا جه دور النقابه، يمكن زي ما قال الاخ محمد بقالنا 15 سنه ويزيد بنسعى ونحلم بيها، لان هي نقابه العاملين بالمبيعات هي المهنه الوحيده اللي بتستقطب اطباء، مهندسين، محامين، مدرسين، جميع متعلمين غير متعلمين كلهم بيمارسوا مهنه البيع، فكان لازم مظله تحمي كل العاملين بالمبيعات. اي رجل بيع له حقوق وعليه واجبات. اكيد. الواجبات بتاعته اللي هو يخش الشركه يحافظ على مالها، يكون سبب رئيسي في تنميه الشركه والنهوض بالشركه، وحقوقه اللي هو مرتباته، الاستقرار الوظيفي بتاعه، لان احنا دلوقتي بقت في صفه سائده في مجال المبيعات، رجل البيع لو قعد 5 6 سنين في وظيفه معينه بدون ما يترقى يجي طقم تاني والطقم القديم بيمشي. تمام. فريق البيع القديم بيمشي. طب لما يجي يمشي ما بيلاقيش شركه ترحب بيه، لان هو اخلص للشركه الاولانيه اللي للاسف طلعت استماره سته وضغطت عليه وخرجته. تمام. فكان لازم يكون في ضوابط معينه تحكم الاليه ديت ما بين الموظف اللي هو رجل المبيعات وما بين اي شركه محترمه عايزه تزود استثماراتها داخل مصر وخارج مصر من خلال رجل البيع. معلش يا استاذ احمد، معلش اتناقش مع حضرتك في جزئيه. طب هل النقابه دي تضمن حق العامل بس، ولا ممكن واحد زي الحاج سيد زي الاستاذ عماد عندهم شركات تضمن له برضه حقه ان هو ما يسيبوش في اي وقت؟ ما تضمن حق الطرفين ولا تضمن حق طرف واحد؟ خليني اقول لحضرتك على حاجه، يمكن احنا الحمد لله رب العالمين، بس عشان اقول ملخص عن النقابه، احنا عملنا اول لجنه نقابيه في الاسكندريه وديت يترأسها الاستاذ محمود مغاوري. تمام. نقيب العاملين بالمبيعات والنائب بتاعه الاستاذ ابراهيم الليثي. الاستاذ محمود مغاوري مدير عام مبيعات شركه كبرى، والاستاذ ابراهيم الليثي برضه مدير عام الاسكندريه والبحيره وكفر الشيخ في شركه اخرى منتجه للحلويات. تمام. المجموعه ديت عملت مجلس انتخاب وتم اختيار مجلس النقابه. هنا دورنا ايه؟ مقابل الشركات، احنا بنحافظ على حقوق الشركات وحقوق رجل البيع. هو دي اللي انا عايزها، يعني حقوق الشركات مع حقوق رجل البيع. صحيح. تمام. يمكن الفتره اللي فاتت تدخلنا في اكتر من مشكله، شركات لها فلوس عند اشخاص وعند تجار جبناها الحمد لله رب العالمين، لنا زملاء لهم فلوس ومستحقات عند شركات، استخدمنا اسلوب الاخوه المنفعه المتبادله ما بيننا كنقابه تحت التاسيس وما بين الشركات، لان الحمد لله رب العالمين احنا يمكن اكثر من 45000 واحد موظفينهم في الشركات بدون ما ناخد جنيه من اي حد. تمام. خدمه مجانيه وديت احد ركائز النقابه. التصور بتاعنا حضرتك اللي احنا عاملينه
النهارده ما فيش اي حد يروح يشتغل في شركه الا لما ياخد ورقه معتمده من النقابه، تمام، من النقابيه اللي هو فيها، مصدقه بالرقم الكارنيه العضويه بتاعه، بيروح بيقول انا مقيد ومسجل في نقابه العاملين من بعد. اذا الراجل ده ثقه يخش، لما يجي يدخل الشركه ولا قدر الله حصل منه اي خلل او اي خيانه امانه، بيتفصل من النقابه زيه زي اي طبيب بيخطئ خطا جسيم، فما يعرفش يشتغل. كده احنا نقينا الشركات من اي واحد دخيل يقدر يدخل شركه ويحتلس منها. طب هل معلش استاذ احمد، هل العامل نفسه بيبقى في مظله تامينيه ليه تضمن له مثلا لو ساب الشغل ياخد تامين معاش او كده؟ اللي انا بتمناه بعد ظهور النقابه يكون في تضافر ما بين وزاره القوى العامله برئاسه معالي الوزير محمد زعفان وجميع العاملين في القوى العامله في المديريات على مستوى الجمهوريه، بمراجعه كافه الشركات بخصوص التامينات الاجتماعيه على الزملاء. احنا هنا حضرتك عندنا عرف سائد، الواحد ما بيتامنش عليه غير بعد 3 شهور من تعيينه، تمام، بحيث يثبت كفاءته او عدم يثبت كفاءته، تمام، ده في اي مكان كده معروف. التامين، التامين الاجتماعي معروف اللي هو بيتخصم جزء من الموظف وجزء بتتحمله الشركه. بعض الشركات اللي بتتلاعب في الامور ديت بتيجي تقول انا بخصم من الموظف التامينات بتاعته، وللاسف الموظف لما يجي يبحث على رقم التامين بتاعه ما يلاقيش نفسه متامن عليه من قبل الشركه اللي شغال فيها، يقعد 10 15 سنه وفي الاخر مش متامن عليه، تمام. وما يعني ازيد حضرتك من الشعر بيك كمان، لما بيجي يتامن عليه انا كرجل مبيعات مثلا، مشرف مبيعات بيتقاضى 10,000 او 15,000 كل شهر مرتب وعموله وبدل، تمام. لما بيجي بيحط له الشريحه بتاعته بيحطها على الحد الادنى ان انا بقبضه 500 جنيه في الشهر. فاذا ده لا قدر الله احنا كلنا ماشيين في عربيات بضاعه وعلى الهواء، لا قدر الله لو حد جرى له حاجه، لما تيجي تبص على المعاش بتاعه تلاقي فوتات ما ينفعش يخلي اسرته من بعده تعيش حياه كريمه. فلازم الاجهزه الرقابيه تاكد على الحته ديت لدى الشركات. استاذ احمد، الموضوع شائك ومحتاج حلقه مش محتاج اتصال. انا شاكر لحضرتك على هذه المداخله الطيبه، وطبعا بنناشد كل العاملين بالدوله وقطاع الاعمال ان يضمن حقوق ابنائنا واخواتنا من رجال المبيعات، كما يضمن ايضا حقوق اصحاب الشركات. حاج سيد، يمكن احنا بنتكلم على الاستثمار كده، كان في سؤال جالنا عن طريق صفحه البرنامج، هو ليه الدولة مهتمة بالطرق؟ هو ده الاستثمار؟ يعني لدرجة ان في واحد كده معلق تعليق يقول هناكل اسفلت؟ انت بحكم خبرتك شايف ان ده ممكن فعلا الاستثمار؟ طبعا. أول حاجة موضوع الطرق ده مهم جدا وده من الاستثمار. أي بلد، أي بلد في الدنيا كلها فيها طرق كويسة بتلاقي بيفتح مجال للاستثمار. فاهم ازاي؟ تمام. أنت شوف أي قرية كده ولا أي مكان سفلة الطرق بتاعهم. تمام. كويس؟ تلاقي بلد بان نظافتها، بان الشغل فيها، بان بيشجع المستثمرين في الكلام ده كله. كويس، دي مهم جدا. موضوع الطرق مهم جدا، عمل مدن جديده، عمل مدن جديده، حاجات كتير جدا زي المدن اللي بنسمع عنها دلوقتي وبنشوفها. كويس، ده بسبب الطرق في استثمار كتير جدا. تمام، فاهم ازاي؟ ده بالنسبه في صوب او استصلاح الارض الزراعيه، ده برضو من الاستثمار، ساعد برضو الطرق على الاصلاح. نعم، في حاجات كتير جدا يعني، من يعني في ايه تاني يا ربي، في الاستثمار بالثروه السمكيه، ثروه سمكيه زي اللي حصل في محافظه كفر الشيخ. كفر الشيخ، ما ده برضو استثمار. تمام، فاهمني ازاي؟ فالطرق برضو ده برضو مهم جدا. بس انا بتكلم بقى، بقول النقطه اللي محمد ذكرها دلوقتي بالنسبه للناس دي اللي هو الشباب اللي بيمضي على الاستثمار الست ده، عمره بعمره ما يكون عنده اخلاص للشركه. مظبوط. صراحه. مظبوط. ليه؟ بيوقع على ورقه الاستثمار السته من قبل ما تعينه او ساعه تعينه، فعمره ما يبقى مخلص. احنا بنتكلم زي ما الحاج عماد قال، في السعوديه في اي مكان، في اي دوله بره. كويس، المناخ، اي مصر المناخ المؤهل لكل للعامل والصاحب. يعني حضرتك بيبقى مثلا مؤهل انه مثلا ايه، بيبقى نفسيته مرتاحه. ليه؟ اول حاجه لو السهر بياخد اوفر تايم، الراتب بيتضاعف، بيشتغل بكل قوته عشان يعمل فلوس. فاهمني ازاي؟ والكلام ده كله صراحه. تمام. وبيبذل مجهود، المجهود ده لو اتبذل هنا جوه في مصر، احنا ما شاء الله بلدنا تبقى ما شاء الله احسن من كده بكتير كمان. يعني انت عايز تقول لو العامل اشتغل جوه مصر قد المجهود بيشتغله بره مصر، نعم، هينتج ويبقى احسن كمان. بس اهم حاجه ايه؟ المقابل. ما
مقابل ايه؟ ارتاح نفسيا. يعني انت كصاحب عمل ترفض ان يمضي حد بدايه قبل ما يشتغل؟ طبعا طبعا. يعني محمد في ناس هو يعني مش كل الناس يعني ترفض هذا الامر. لا لا ما احنا ما قلناش كل الناس يا دكتور، احنا قلنا يعني دلوقتي انت مثلا تمد واحد على السمره ستة كويس، يعني الراجل ده عامل حساب انه ممكن يمشي النهارده ولا بكره ولا فمش هيكون عنده اخلاص في الشغل ولا للشركه ولا لصاحب الشركه بصراحه. مظبوط. انما لما يكون مثلا انت اخطا في حاجات كتير جدا، انت بتعمل في شروط قانونيه في كذا، انت بتعمل عقد وفي شروط جزائيه والكلام ده كله، فممكن انت المكافاه بتاعته في نهايه الخدمه مثلا ما ياخدهاش، مفيش اي مشكله. ما احنا عندنا حاجتين حاجه زي ده، هو اولا بمضي على استمرار سته، ثانيا حتى لو امنت عليه بديله 15000 وبحط مرتبه 500 جنيه، وذكر الكلام ده الاستاذ احمد محمد. يعني انت قصدك بس ان اللي 15000 جنيه تقاضى راتب، انما اللي بيتعمل تامين على مبلغ ب 500. طب انا هرجع للجزئيه دي بس بعد الفاصل، مشاهدينا الكرام فاصل ثم ارجع مره ثانيه. مع القاده في كل مجال ندرس، مع القاده في كل مجال ندرس، فكر مع فكره حياتنا. مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم مره ثانيه بعد الفاصل، والحديث عن الاستثمار، وبنناقش الاستثمار كيف ينمو في مصر، وذكرنا منها امور كثيره جدا تنهض بالاستثمار، لكن الاستاذ محمد ابو المجد اثر مشكله، وهي ازاي نحل مشكله العاملين برجال البيع عامه، وذكر لفظ معروف عندهم اللي هو استمر ستة، انه ممكن يقدم على استقالته قبل ما يتعين. لكن اذا كنا بنفكر بجديه فلا بد ان تحل مشكله رجال المبيعات، بس في نفس الوقت برضو عايزين نحل مشكله ومعوقات المستثمر نفسه. يمكن معنا الاستاذ عماد كمستثمر، انت شايف ايه المشكلات اللي بتواجه المستثمر وكيف حلها؟ والله يا دكتور حضرتك احنا عندنا ثلاث محاور رئيسيه لابد من تحديدها عشان نحل مشاكل المستثمرين او المستثمر الاجنبي او المستثمر المصري داخل السوق المصري. تمام. اللي هي اول حاجه ان احنا نحدد المعوقات اللي بتعوق المستثمر المصري. زي مثلا على سبيل المثال ان انا اكون موفر له ارض صناعيه. تمام. اكون موفر له تمويل جيد من الدوله او دعم من الدوله لتمويل جيد. تمام. اكون موفر له يمكن هي الحته اللي الحاج سيد اللي هي من 5% بتاع البنوك اللي ياخدها المستثمر الصغير، اللي هي المبادره بتاعه سياده الرئيس. تمام. اكون محدد ايه الاجراءات، تقليص الاجراءات بالنسبه للمستثمر، ومدن صناعيه، المدن الصناعيه، زياده المدن الصناعيه، لان لازم ان احنا نعمل ثوره صناعيه جديده، لان عشان نعادل الناتج القومي عندنا في مصر ونزود الصادرات في مصر لابد ان يكون عندنا صناعه، ولابد ان يكون عندنا صناعه. انت كتخصص صناعه ايه؟ احنا متخصصين حاليا، احنا عندنا خطوط لانتاج العصير الطبيعي والعصير المشروب بكافه انواعه يعني، ويمكن الكنترول بيقول ان في صور لمنتجات حضرتك موجوده على الهواء مباشره حاليا. نعم. ده منتج محلي؟ منتج محلي صنع في مصر. احنا بنهتم الاول في بدايه الموضوع يا دكتور ان احنا عندنا قطاعات، ثلاث قطاعات او اربع قطاعات في مصر مهمه جدا، اللي هي قطاع تعليمي ينتج عنه عامل مؤهل. تمام. وقطاع صحي ينتج عنه جوده جيده جدا، العامل عنده صحه عشان يشتغل الاهتمام بقطاع الصناعات الغذائيه وما يقدم للناس، ان احنا لازم نعلي الجوده للمنتج المصري عشان نقدر يكون عندنا تنافس. حضرتك كصاحب شركه بتهتم بشركتك على عنصر السعر الاقل ولا الجوده؟ لا طبعا لازم نهتم الاول بالجوده، لان احنا يعني تطلعات المصنع المصري او تطلعات المنتجات المصريه ان احنا نقدمها خارج مصر لابد ان احنا نوصل لدرجه جوده عاليه جدا عشان نقدر ننافس خارج مصر. يعني انت في النيه عندك ان ممكن تنافس تنافس خارج مصر؟ طبعا طبعا. ما فيش هامش ربح مثلا بتحدده معين؟ حتى لو في هامش ربح ولو ضئيل يا دكتور، لكن وجود المنتج المصري خارج السوق المصري تمام هو في حد ذاته يعني هيدي امان واستقرار، لان ده بيحدد تصنيف الدوله ائتمانيا وتصنيف الدوله من ناحيه الصناعه والامن والامان وجودة المنتجات اللي بتنافس او تعادل السوق الاوروبي او السوق مثلا الخليجي، لابد انها تكون على جودة عالية جدا حتى لو كان هامش ربحها قليل شوية.
طب ما هتجي لك مشكله اذا كانت عندك انت كمنافسه تحت بير السلم زي ما يقال الشركات اللي ما هو من ضمن المعوقات اللي احنا بنواجهها كمستثمرين او المستثمر المصري بيواجهها ان احنا عندنا مصانع غير معروفه مجهوله المصدر فبتضرب السعر بتضرب السعر يعني مثلا ده بيؤثر في البدايه على جوده المنتج وثانيا بيؤثر على ان في منتجات كتير جدا في السوق مجهوله المصدر وذلك حضرتك لو تلاحظ الـ وزاره التموين كل يوم بتعمل حملات جديده على مقر مجهوله المصدر بتلاقي كميات رهيبه فاسده. طيب استاذ عماد اخد بس اتصال استاذ سعيد من الفيوم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا استاذ سعيد بس ممكن توطي التلفزيون وتسمعني من التليفون؟ انا طفيت التلفزيون خالص. اتفضل. برحب بحضرتك وبضيوفك الكرام وحضرتك بس في حاجه عايز اظهرها عيب معين في الفيوم حضرتك. اتفضل سريعا. بنعاني بيه بنعاني منه بقالنا سنين طويله. اللي هو حضرتك السد الشتويه جت دلوقتي شكل البحر بحر يوسف شكله مش كويس ابدا. البحر ده حضرتك كل المحلات اللي على البحر بحر يوسف بترمي زبالتها وكل البيوت بترمي زبالتها في البحر. حضرتك لا في كاميرات مراقبه ولا في سيطره على الناس. دلوقتي المحل المفروض اللي يرمي زباله يتوقف او يدفع فلوس غرامه عشان يحرم. مجلس المدينه مجلس المدينه فين؟ انا احنا انا قدمت شكوى في مجلس المدينه قبل كده قدمت في مكتب المحافظ قبل كده. الموضوع اتاخد باستهتار شديد. فانا حضرتك هو مش عايز مجلس المدينه بس او عايز المحافظه بس ده عايز تحالف ما بيننا كلنا. اكيد طبعا ده حاجه بيئيه. هو حاجه بيئيه ده ما احنا اللي بنضر في الاخر وبنرجع نشتكي ونقول سرطان وبنرجع نقول امراض وبنرجع واحنا اللي بناخد نعمل الامراض دي بنفسنا. فحضرتك لوجه الله محتاج كاميرا من برنامج حضرتك تنزل تصور المنظر ده عشان نعري كل المسؤولين ويشوفوا ده بنفسهم ان شاء الله. انا اتواصل عليك اتواصل معاك بعد الهوا ان شاء الله ويتم ترتيب الامر والتصوير في وجودك ان شاء الله. يتم بحر يوسف في الفيوم ومشكله المحلات اللي هي على جانبي شاطئ البحر بترمي الامور في النهايه بتكون سبب في كثير من الامراض اللي بنرجع نعالجها كدوله ونصرف عليها مبالغ كبيره. فمن باب اولى الوقايه خير من العلاج. شكرا حاج سعيد. ارجع لك استاذ عماد وحضرتك من المعوقات اللي انت حضرتك ذكرتها. نعم. اللي هي الشركات الغير مرخصه. الشركات الغير مرخصه اللي ماليه السوق المصري والشركات دي عامله ازمه للمستثمر ان هو يقدر ينافس ويقدر يقدم جوده عاليه. تمام. فلابد من القضاء على الشركات المجهوله المصدر او بمعنى اصح المنتجات المجهوله المصدر داخل السوق المصري. فعلا. استاذ محمد اذا كنت انت بتطالب مثلا بحقوق رجال البيع وده حقهم. طب ازاي رجال البيع يشتغل اصلا في شركات غير مرخصه؟ ما انت لو تعاونت مع الدوله ونقول ان ما فيش حد ياخد تامينات الا لما يشتغل في شركه مرخصه يبقى انت خدمت برضو الدوله وتحافظ حقك. هل ده بالامكان ممكن يتم مساعده مع الدوله في ان رجال المبيعات يقولوا مش هنشتغل الا مع واحد عنده رخصه فعلا؟ ده هدف النقابه. يعني ده فعلا من هدف النقابه؟ هدف النقابه ان احنا يا دكتور اساسا اللي هيتعين في النقابه هيبقى رجل بيع. الناس اللي بتشتغل بالمنتجات اللي هي غير معلومه مش رجال بيع اصلا. ده ممكن يبقى عامل مخزن، ممكن يبقى محاسب، ممكن يبقى اي حاجه. انت كده مش بتخدم العامل بس ولا المستثمر بس، انت بتخدم المواطن كمان. بالظبط. لان يبقى في حاجه على سبيل المثال احنا عندنا في الشركه من اساسيات التوظيف لازم يكون المندوب او المشرف او العامل لازم يكون مقيد داخل النقابه العامه للمبيعات. لازم يوافينا بما يفيد ان هو مقيد في النقابه العامه. طب هاخد الاستاذ عبد الستار من سوهاج. السلام عليكم يا استاذ عبد الستار. معلش يا استاذ عبد الستار وطي لي بس التلفزيون واسمعني من التليفون لو من فضلك. ماشي. اتفضل. ساكن انا سوهاج في منطقه كورنيش النيل. اهلا بحضرتك. ساكن في منطقه كورنيش النيل في سوهاج. معاك يا استاذ عبد الستار اتفضل. فطبعا أنا ساكن في منطقة على كورنيش النيل في سوهاج. تمام. ففي طبعا ناس بترمي زبالات وترمي الطمامة واللي يرمي كسار الهوائية تبع البيوت والكلام ديتين. تمام. ف
طبعا ما فيش اي حاجه مراقبات ولا اللي هم جماعه تحت البلديه ولا اي حاجه خالص. تمام. شكرا شكرا استاذ ستار. نفس المشكله اللي هي في الفيوم، يبقى اذا نداء بقى السيد وزير التنميه المحليه لكل محافظ، لكل رئيس وحده محليه، لكل رئيس مركز، لابد من مراعاه الامر. الامر لم يكتفي ان انسان واحد او اثنين او محافظ او اثنين، لا، يبدو ان الكل، واصبح ماء النيل دم مستباح عند الجميع، لابد من المعاقبه. هو ليه لما بنيجي نرخص من ضمن الشروط كاميرا وامور مهمه جدا، لماذا لا تعمل في هذا التوقيت؟ لصالح من؟ اتمنى من هذا الملف يفرض لي حلقه ان شاء الله على مستوى كل المحافظات ويتم مناقشته. استاذ محمد، انت ذكرت حضرتك في اخر كلامك ان من هدف هذه النقابه ان هي تحفظ حتى الانسان اللي هيعمل يكون مؤهل، يكون الانسان يعمل في شركه مرخصه، ان في الاخر هيكون المنتج اميز وافضل للمواطن العادي. طبعا يا دكتور، والنهارده بكل صراحه احنا عندنا منظومه جيدة جدا 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 في مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية. تمام. الناس فعلا بتنزل وبتاخد عينات وبترفع عينات من المخازن وبيعملوا زيارات مفاجأة، وبصراحة القطاع ده شغال باحترافية شديدة جدا، ولازم أمين المخزن يبقى معاه شهادة صحية والعامل يبقى معاه شهادة صحية. أنا بشكرهم جدا. كل ما دي ميزة المرخص يا حاج سيد، هو مرخص بيطلع بقى شهادة صحية. بالظبط. أمن وأمان للكل. مشكلة صغيرة في الحتة دي. طب أنا عشان وقتي بس بينتهي سريع، اتفضل. مشكلة صغيرة في الحتة دي إن بعض المنتجات الغير معلومة حاطط عنوان غير العنوان اللي هو موجود فيه، وإحنا فعلا بنحاول نتواصل معاهم، عنوان مش معلوم. طب لما يجي يقابلك لازم يقابلك على في اي مكان تاني، ويعرف انت مين وعايز ايه وعايز بضاعه ولا لا. وللاسف الشديد هنا ده خطا التاجر، ان التاجر بياخد من المكان ده بيبدا يتعامل عشان السعر. حاج سيد، كلمه اخيره، وقتنا خلص سريع، اتفضل. كلمه اخيره بس، حاجتين بس. طبعا احنا باللي حضرتك ذكرته ده، احنا نطلع بقى انه المروج، اكبر مروج للاستثمار هو المستثمر نفسه. تمام. اكبر مروج للاستثمار هو المستثمر نفسه. اذا المستثمر نفسه عمل جوده كويس عاليه وبسعر كويس وتعامل مع الناس كويس واعطاهم راتب كويس، فالناس هتنتج وتتمام 100%. كويس. اما بالنسبه للمستثمرين هم ما تحت سلم زي ما حضرتك ذكرتهم، ده في رقابه الاداريه، في ناس بتتابع، والرقابه الاداريه دلوقتي ما شاء الله بصراحه شغاله شغل كويس جدا جدا في الموضوع ده. كويس. اي حد بيبلغ اي حاجه زي كده بيتمسك. كويس. طب نقطه اخيره بس، اتفضل. بالنسبه للمخلفات في البحر والحاجات دي كلها، لا ده مش مخلفات بس، ده الناس نفسها كمان عاوزه وعي. انا كنت بعاني الموضوع ده، عاوزه وعي ان الناس نفسها مركبين كاميرات وغيره برضه يرموا في اوقات انت مش موجود فيه، واحد اتنين بيرموا كمان الله يكرمك حيوانات ميته وكده في البحر. طب ما دي اثر علينا، ما احنا بنزرع بيها. ان شاء الله هنفرد ليها حلقه كامله. استاذ عماد، كلمه اخيره. والله بقول ربنا ييسر الامور، ومصر كلها ان شاء رب العالمين قادره على انها تبني بلدها، او شباب مصر قادر على ان يبني بلده. ولكن يعني لابد يا دكتور ان يكون عندنا احنا ثقافه معينه ان احنا نستخدم المنتج الجيد، ونستخدم الاسلوب الجيد حتى في البيع، او لان الاستاذ محمد ذكر نقطه مهمه جدا. طبعا. تحتاج لوقت كتير، ما اعرفش وقت حضرتك. احنا وقتنا خلص، بس ما اخد كلمه اخيره منك. هو مندوب البيع هو ربط بين الدوله والمستثمر والمستهلك. انا شاكر جدا استاذ عماد، شاكر لك استاذ محمد، شاكر لك السيد. مشاهدينا الكرام، انا وقتي انتهى، بعتذر لكل الاتصالات اللي ما عرفش ناخدها اثناء الهوا، على وعد ان شاء الله اللقاء القادم نحاول نستجيب لهم بكل اتصالاتهم. لكن كلمه اخيره، كنت تواصلت مع النائب اشرف عايز اسكندر بخصوص المسابقات، لم يتم الغاء اي مسابقه، منتظرين ان شاء الله يتم اعلان النتائج المسابقات قريبا ان شاء الله. شاكر طبعا للسيد محافظ الفيوم ونائب محافظ الفيوم دكتور محمد عماد ان هم استجابوا الحلقه اللي عدت للدكتوره نسرين عز الدين، واعتقد حاليا في لقاء مع السيد المحافظ والدكتوره نسرين عز الدين ونقيب الاطباء بالفيوم الدكتور اسامه مخلوف. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم جميعا، وان انا التقي بحضراتكم في الاسبوع القادم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.